المغرب هذا قال الدراسه مسكين سامي يمسك واحد. اسمعني اسمعني شي اسمعني باختصار، انت اش من جهه كتمثل الله؟ انت دابا كطلب المعارضه وحنا كنطلب واش بغيت خلي واحد هكا انا غنفك هاد المشكل. انا ضد هاد المسؤولين ديال عمالات المسجد ديال سيدي مؤمن. مشاهدي الواجهه، حنا الان متواجدين من منطقه مديونه وبالضبط بهذا المشروع السكني الانعام، فهنا ازيد من 600 اسره اللي دخلت لهاد البيوت السكنيه بالقوه واستقرت فيها بعد ما تعذر عليهم انهم يسلموا بالشقق ديالهم لمده تزيد عن 7 سنوات. الناس متكبسه هنا كتعاني من غياب الاناره ومن غياب ماء الشارو ومن غياب المدارس الابناء ديالهم، فالانتظار طال، الصبر ديالهم انفد، قلهم انهم ما يقدوش يصبروا اكثر من هذا القياس هذا، فاليوم انهم دخلوا لهاد البيوت السكنيه ولكن كيعانيوا مشاكل كثيره، وانهم مطالبين باش يؤديوا واحد المبالغ خياليه وياخذوا قروض سكنيه. فاحنا اليوم جينا باش نستقيوا مجموعه من الشهادات والاراء ديال هذه المعضله الاجتماعيه هنا. نبقاو مع هذا الشاهد. المشكل ديالنا درنا مسيرة، هودنا طلعونا من الكاريان، كل عائلة طلعوها مزوجين ثلاثة أربعة في فرطمة وحدة، احتجينا هودنا، داروا معنا حل، قالوا لنا غنعطيكم استفادة ماشي السكن لائق، وصلنا 14 مليون، كي الناس ما عندهاش ما خداماش، عرفتي بالله عندنا حالة تجارية لا والو، طلعونا فوتونا بزاف، لا حول ولا قوة إلا بالله، كتسمى منا الدار البيضاء، مديونا بعيدة علينا. كتتكار من الكروينه من مديونه لمشروعاتنا، ما فينا كروينه لا محلات لا والو، الناس ما عندهاش، الناس خاصها تطلع بواحد الثمن، والدوله دير لها شي حل، الناس راه غادي تهيج، الناس راه صافي مليت الدجاج، 7 سنين وحنا صابرين، 7 سنين وحنا صابرين، ومن 86 واخدين معنا الفلوس، شي 3 مليون، 81 86 كي اللي عطي ثلاثة، كي اللي عطي مليون، كي اللي عطي جوج، فلوس كاملة الدواء، في الآخر عطاونا شقة، فهمتي ساعة ما والو، هادشي راه بزاف، عينا بزاف أخويا، قهرونا هاد الناس هادو. خويا حنا دابا هاد السكينة كاملة عندنا مشكل واحد، أن هاد السباعي والعمران ما داروش معنا الحل، والله ينصر سيدنا بغينا يدير لنا الحل، هاد السكينة كاملة مخير فينا ما عندوش باش يتعشى، إلا تغدى ما كيتعشاش. وحاسبينهم لينا ب 14 مليون وقال لنا من هنا لاثنين ولا ثلاث غنجيب لكم ورقه تمشي وتدفعوها للبنك، وحنا غندفعوها للبنك شحال تحسب لينا هذه البرطمويه؟ استفاده ملكيه، هيبه ملكيه، غتولي لنا ب 25 مليون 30 مليون، وحنا المخير فينا عايش في بيت، انا بعدا اصلا كنهضر معاك عايشه غير في بيت خمسه الناس، والدوش ابسط الحوايج الدوز كيعوموا فيه الناس، انا كنطيب فيه وكناكل وكنشرب فيه، ومن جيت المحالي اقتحمنا المحلات نهار 18 في الشهر اقتحمناهم، ماشي اقتحمنا واحد دخل محل اخر، دخلنا لمحلاتنا ودافعين ليه، كاين اللي دافع ربعه، كاين اللي دافع مليون، كاين اللي دافع جوج، وهذا الشيء كامل جاو مؤخرا والبارح حكوا السيني على واحد الورقه من هنا 24 ساعه تخلوا لنا المحلات، وجاو عند العيالات ما جاوش عند الرجاله اللي مكلفين بينا حنا، عند العيالات، والعيالات مساكنه اش غيديروا في جهدهم؟ كنطالب من هاد الناس، كنطالب من هاد الناس، ما خليت حتى بلاصه مشيت لا اي عمران صيفطوني لا تنمشي ليها، ما مشيتش عند السباعي صيفطني عند العمران في ناسي صيفطني عند العمران في الحي صيفطني عند العمران في اهل الغلام، ما خليت حتى بلاصه، كيقول لي سيري عند هذا غيفك لك المشكل، كنمشي عند الاخر كيقول لي سيري عند الاخر غيفك لك المشكل، حتى واحد ما فك لي المشكل، واليوم انا جبت وليداتي ما لقيتش فين نعيش انا وياهم، ربعت الوليدات جوج كنرضعهم وليكوش وكل شيء، جبت لداري وبركت فيها، دابا راجلي مخلص المليون، انا المشكل ما عنديش باش نخلص، يا اللي داروها معايا انا معاهم، ما عنديش فين غنخرج انا وهاد ربعت الوليدات، وعاد سيدي انا عندي دريه معاقه، وكنشوف هاد الناس باغيين يخرجوني من المحل، وانا ما فحاليش وما عنديش، وانا بزاف دا وما خداماش من الكاريان سيدي عثمان، والراجل ملي شاف هذه الدريه معاقه هرب عليا وخلاني، خلى لي ثلاثه البنيات، الله الله كيفاش غندير تنعيش انا وياه، انا وياهم، وانا
انا بغاو يدخلوني البنكه وما عنديش داك القدر ديال الفلوس اللي غادي ندخل به البنكه. ما خداماش اللي عنده معاقه يخدم، اللي عنده معاقه ومو معاقه يخدم، وانا خاصني انا نقابلهم وانا اللي كنقبل لهم وانا اللي كنسقى لهم وانا اللي كنتمنى من الله كنطلب من الله جلاله الملك هذه الرساله يوقف معانا ويوقف مع المساكين كلها كلها. انا جاي معمر عمي، شوفوا عند 4 الوليدات صغار في غديرهم السكينه هذه مخليهم، قال لهم خرجوا عاطينهم اوراق ديال الافراغ. شنو هاد الشي حقره ولا شنو؟ كاع هاد الشي حقره، حقروا على هاد الناس هادو مساكن ما خلاوهمش يسكنوا. والله شي حشومه ودراري صغار، شكون اللي يجيب لهم ليكوش وشكون اللي يجيب لهم الحليب؟ انا معاق. هانتوما كتشوف وخاصكم تدخلوا لهاد الناس خاصهم يسكنوا. والله يبارك مع مرسيدي والله يسمحوا لي. المهم هاد الرساله غادي نوجهوها لجلاله الملك، وانا خادم الاعتاب الشريف المملكه المغربيه، وهاد الملف ديال هاد السكينه من 1997 وانا كنعيش بالاخطاء مع المسؤولين. وربيت سبق لي اعتقلت قائد مخاطعه 57 افريقيا محكمه العدل الخاصه باربع سنين نافذة، وبقاو مسؤولين سامين ما هما اللي سبوا لهذ الساكنة تلاعبات. واليوم مشكل اللي باختصار هما مسؤولين سامين كيتلاعبوا بنا وكيطلبوا من المسؤول الأمراض السبعي تماطل في السكن والوعود كاذبة. أما بالنسبة للأمراض السبعي مشى معنا مستر عقان وليا بكل صراحة والله ينصره، والنصر غادي يرجع عليه من بعد، غير هو اللي كنطالبوا هاد المسؤولين ديال بنمسيك وديال سيدي مومن نواجههم أمام القضاء، لأن حنا داكشي ديال البنك حنا خارجين منه وما عندناش ديك البطاقه الوطنيه رفضونا منها من الابناك ومن السكن. اليوم حنا كنطالبوا من السيد وكيل العام، انا مستعد نواجه القضاء، وهالرساله غادي نوجهها حتى المدير العام للامن الوطني، لان الامن حتى هو تعب معنا في الوقفات الاحتجاجيه. كنطلب من السيد المدير العام للامن الوطني مدير الاستعلامات هذا الملف غادي نهدي ليه، وانا راه عندي جميع الادله باش نوبه السكنه ديال كريم بن بشير سيدي عثمان. وشكرا.